أصير في طوق جزء منه وبتفهم تمام ولا لا؟ طيب عندنا معادلة الإنرجي إيكويشن، شو كانت تحكي معادلة الإنرجي؟ طبعا أنا بشرح بشابتر 3 وجزء منها بشابتر 4، معادلة الإنرجي حفظ ولدوا عليه كل معادلة، كل سؤال بدك تحله حط المعادلة، يعني شو ما كان السؤال، شو ما كان السؤال صغير كبير حط المعادلة، إذا بتحط هسا صحيح هو مش راح يصلح لك إذا امتحان أونلاين، بس أنت لحالك راح تعرف شو قاعد بتعمل، غير هيك راح تتوه تمام ولا لا؟ يعني لا تحط أشياء من مخك تقول خلص هاي بتروح هاي بتروح، جزء هاي بتروح أنت تقول جزء تكون موجودة تمام؟ فحطه بالمعادلة، شو بتحكي المعادلة؟ بي 1 على جاما زائد زد 1 زائد بي 1 تربيع على 2 جي زائد مين؟ هيد بومب بتساوي بي 2 على جاما زائد زد 2 زائد بي 2 تربيع على 2 جي زائد مين؟ هيدروس، فيش عنا تربيع، أصلا بقول زائد التربيع فيش عنا تربيع. برشر هيد للنقطة الأولى، إليفيشن هيد للنقطة الثانية الأولى، بي 1 تربيع 2 جي اللي هي فيلوستي هيد، زائد هيد بامب، هيد بامب هاي متر 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 متر، كله بينقاس للمتر، تمام؟ هاي بتساوي برشر هيد للنقطة الثانية، إليفيشن هيد للنقطة الثانية، فيلوستي هيد للنقطة الثانية، وهاي مين؟ هيد لوس. طيب أنا مهمتي ترى راح تكون هون، كل شغلي أصلا كل مشكلة بها بحكي لك إنه في عندك باي. هاي من سطح البحر المسافة من هون لسنتر البايب شو نسميها؟ زد 1 بحكي لك إذا خزقنا البايب وحطينا البيزوميتر المية تطلع لارتفاع معين بدناش ارتفاع تطلعه بي 1 على جاما طلعت المية لارتفاع معين عندنا هذول طاقتين شو الطاقة الثالثة ظلت عندنا؟ فيلوسيتي هيد بي 1 تربيع على 2 جي نيجي على النقطة الثانية زد 2 بي 2 على جاما في 2 تربيع على 2 جي طبعا تختلف باختلاف الدياميتر يعني هون في 1 هون شو بتكون؟ في 2 اذا هون الدياميتر عالي معناته في 1 قليله هون الدياميتر قليل في 2 شو بتكون؟ عالي تمام؟ الها دخل يعني دائما احنا عندنا كيو ان شو بتساوي؟ كيو اوت كيو اوت هاي بتكون دائما من الاشياء اللي بنكون عارفينها اذا رسمنا خط من هون لهون شو بسموها؟ انرجي جريد لاين من هون لهون هذا في جريد لاين طيب شو هو عباره عن هيد هذا من هون لهون كلها شو بنسميها هاي؟ توتال هيد 1 من هون لهون توتال هيد 2 فرق الارتفاع بيناتهم شو بنسميه؟ هيد لوس معناته صفت عندنا توتال هيد 1 بتساوي توتال هيد 2 زائد مين؟ الهيد لوس طيب شو هي عباره عن الهيد لوس؟ هي عباره عن مقدار الخسران بالطاقه كنت احكي لك زمان افرض انه انا المي اول شغله بكون عارف المي ما بتنتقل من ارتفاع عالي لارتفاع منخفض دائما بنحكيها المي ما بتنتقل من برشر عالي لبرشر منخفض المي بتنتقل من توتال هيد عالي لتوتال هيد منخفض هذا بتكون عارفه يعني هذا طبعا مهم باللوب وبالبرانشنج وبها المي بتنتقل من وين لوين من توتال هيد عالي لتوتال هيد منخفض يعني قصدك عليه لازم تكون توتال هيد اللي هون اكبر من وين من هون معناته انتقال المي لو هيك بده يكون الخسران بالطاقه هسه الانرجي كامل بتكون الطاقه لا تفنى ولا تستهلك يعني الانرجي من النقطه الاولى يساوي الانرجي من النقطه الثانيه الفرق هون شو بيساوي؟ توتال هيد الهيد لوس شو الهيد لوس؟ كنت احكي لك هذا في عندك فوتبول وهذا الفوتبول قاعد يمشي على ارض ملسى راح يصير 1000 متر صح؟ صار يمشي على ارض خشنه صار مثلا 900 متر قديش خسر؟ خسر 100 متر شو هن ال 100 متر هذول؟ هيد لوس نفس الشيء المي بتمشي ببايب هذا البايب كونكريت يعني خشن فيه راح يصير 900 جبنا بايب قزاز راح يصير 1000 وهكذا هاي مين هي؟ الهيد لوس تمام؟ تمام؟ بدي احكي سريع كل بتحكي سريع سريع؟ جد؟ مش فاهمين بس؟ طب اوكي هذا ما بعرف طب لحد هون اثنين طيب هاي توتال هيد 1 هاي توتال هيد 2 طب لو في عندي هذا انرجي جريد لاين وهاي هذا جريد لاين البرشر على سطح الخزان قديش؟ زيرو الفلوس على سطح الخزان قديش؟ زيرو البرشر نهاية البايب قديش دائما؟ نهاية لانه عندي خزان وبطلع لبرا قديش البرشر هون؟ ما شاء الله في 1 في 2 يعني سرعة المي عند النقطة هاي في 1 سرعة المي عند النقطة الأولى في 2 سرعة المي عند النقطة الثانية طبعا هو كله بينقاس المتر متر 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 معناته التوتال هيد شو بينقاس بالمتر طب شو الهيد بامب اللي لقطته بشابتر 5 الهيد بامب لو رحت على مصنع أو على محل قلت له بدي بامب بقول له قديش بدك هاي البامب بقول له بدي بامب 50 متر هيد بامب تبعها شو يعني رح ترفع لك قديش هي 50 متر طبعا
طبعا هذا بيجمل هسه بس نروح على شابتر 5 راح تغير الفكره شوي بس هاي الفكره الرئيسيه اللي بدها تكون هو بس هي مش الصح يعني 100% بس جزء منها. طيب هاي يسموها توتال هيد 1 هاي يسموها مين توتال هيد 2 فرق بيناتهم مين هيد لوس. لو كان في عندي بامب فبتصير توتال هيد 1 زائد مين زائد هيد بامب تساوي توتال هيد 2 زائد مين زائد الهيد لوس. تمام لحد هون. طيب في شغلة مهمة إذا كانت الباي طلعوا عليها هاي مهمة ككلمة لها الباي نفس السايز يعني دي 1 تساوي مين دي 1 دي 2 وزد 1 نفس زد 2 يعني على نفس مين على نفس الارتفاع فبتصير عندي إشي اسمه يعني بي معناته زد 1 مع زد 2 شو بصير فيها بتروحوا في 1 مع في 2 بتروحوا أصلا ما فيش عندي بامب فشو بتصفي؟ بتصفي بي 1 على جاما ناقص بي 2 طبعا على جاما كلها تساوي مين؟ هيدلوس. هاي كنت حابب ناسح فيها الطلاب بي 1 ناقص بي 2 على جاما تساوي الهيدلوس. شو بسموها؟ بسموها برشر دروب. بس يحكي لك برشر دروب اعرف برشر دروب شو معناتها؟ هيدلوس. برشر دروب معناتها هيدلوس تمام؟ برشر دروب معناتها هيدلوس. هاي نفس التفكير وتساوي بي 1 ناقص بي 2 على الجاما. طبعا شو جاما المي؟ الاشياء 6810 نيوتن لكل ايش؟ متر مكعب. هاي تكون عارف برشر جاما المي نيوتن البرشر شو بتنقاس؟ بالباسكال والباسكال اللي هو نفسه نيوتن على مين؟ على متر مربع برشر فورس على اريا. بالامتحان ممكن يعطيك 31 كيلو باسكال لازم اضرب 30 ضرب قديش؟ ضرب 10 قوة 3 لأن هاي راح تكون جاما نيوتن تمام؟ يعني إذا أنا عندي 6810 بحطها نيوتن. طيب قديش جاما بالوحدات الثانية؟ 62.4 فت لكل أو بامب لكل فت حفظ الثنتين بام لكل فت كيو بام لكل فت لا اوكي هو احسن خط صغير مين هذا ايش بتوع؟ سايد مركز كثير الهيد لوس عندي كل شابتر ثلاث بيشتغل على الهيد لوس كيف احسب الهيد لوس؟ هذول كلياتهم مبين حكينا عنه ضل عندي هيد لوس الهيد بامب يا بتعطى قيمتها يا اما مطلوبه وبعد تعطى قيمتها يعني الهيد بامب تعتبروها كانها اوريدي موجوده. هسا الهيد لوس عندي نوعين ميجر وماينر. ليش سميته ميجر وليش سميته ماينر؟ الميجر لانه بتلاقي مثلا اذا عندك الهيد لوس 50 بتلاقي الميجر 45 والماينر بتلاقي من 5 هيك معنى. طيب شو الميجر وشو الماينر؟ الميجر بسبب الفريكشن بسبب مين يعني؟ بسبب الاحتكاك. الماينر بسبب مين؟ الماينر بسبب بسموها الفيتنج او الكومبوننت اللي هن اذا عندي كونتراكشن شو معنى كونتراكشن؟ تضيق اذا عندي اكسبانشن اذا عندي بند واذا عندي فالف شو معنى فالف؟ مهبس. طيب شو معادله الماينر؟ خليني ابلش بالماينر قبل ما اروح عنها. شو معادله الماينر؟ معادله الماينر بتساوي مجموع كي في تربيع على 2 جي يعني شو مجموع هاي؟ يعني إذا عندي كونتراكشن K في V تربيع على 2G إذا كمان عندي إكسبانشن زائد K إكسبانشن في V تربيع على 2G طب عندي بند زائد K بند وهكذا عندي اثنين كونتراكشن عندي اثنين إكسبانشن وهكذا. طيب شو بالكونتراكشن؟ عندي V1 وعندي مين؟ V2 يوم أجي أحكي K كونتراكشن بكون معطيني إياها أو هسا راح نستخدمها عشان تكونوا عارفينها يا معطية يا اما كيف في تربيع اي في في 1 ولا في 2؟ في 2 دائما في الكبير اللي هي بالبايب الصغير. طب لو راجع الاكسبانشن في 1 ولا في 2؟ في 1 هون ما فيش عندي غير هذا في وهون ما فيش عندي غير هذا في. في عندنا شيء اسمه انترانس واكسيت هذول حفظ الكيه تبعاتهم حتى جوا الامتحان لازم تكون حافظينها. الاكسيت هيك اكزت من الباي يعني باي هون بس المي تفوت على الباي هاي المي فاي
هاي بسموها اكزيت. الانترانس باي بطالع منه ماسوره، هاي شو بسموها؟ يعني الانترانس على الباي او اكزيت من الباي. انترانس على الباي او اكزيت من الباي، تمام؟ قديش كان انترانس هون؟ مين حاولها؟ نص نص. كان انترانس نص، وكان اكزيت واحد. حفظ هون. اكيد والله ناسيها، لا خلص. طيب جو هل ميز هل المعنى بفرق كثير بالحل؟ لا ما بفرقش كثير. هل المعنى في إيتريشن؟ ما فيهوش إيتريشن، لازم تكون متبهين. لا في إيتريشن ولا بفرقش كثير بالحل. إذا طلبوا بدك تجيبه وبس، هاي بدك تكون عارف وبس هيك، تمام؟ كي في في تلبية على توجي، قديش قيمته هالقد؟ يعني الهيد لوس توتال هو يساوي هيد لوس ماينر زائد هيد لوس مين؟ هيد لوس ميتر. خلصنا من الماينر؟ خلصنا من الماينر؟ طيب هسا مين في عندنا؟ عندنا الميجر. الميجر بسبب الفريكشن عندنا ثلاث. والله حلو نهايته تكون والله مدري. يعني اسئلتها بتيجي بصير فيها اسئله موضوعيه. طيب قبل ما ابلش بالداسي بدي ابلش بالهيزل. بقول لك الهيت لوس معادلته الميجر يساوي كي في كيو قوه ام. الهيت لوس مين؟ هيدروسمين ميجر. ميجر لو كل واحد الدارسي والهيزن والمالك كلها لها كيف كيو قوة ام، كيف كيو قوة ام، كيف كيو قوة ام. نيجي على الهيزن. الهيزن لها 10.7 في ال على بي قوة 4.85 في سي اتش دبليو قوة كلها هاي سي اتش دبليو 1.85. الكيو قديش مرفوعة؟ الكيو قديش مرفوعة؟ 1.85 او هل اي نظام؟ هاي النظام جنبه حكى لكم جيبها؟ هاي النظام الفت او النظام المتري. هاي اذا كانت النظام الفت نفس الاشي كلها نفس الاشي الا باستثناء بدل ما هي 10.7 بتصير 4.72 على نفس الشيء كيو او 1.85. اي نظام هاك؟ نظام الفيت. طب شو ال ال طول الباي، شو ال دي ديميتر الباي، شو السي اتش دبليو، شو السي اتش دبليو طول الباي ديميتر الباي. السي اتش دبليو اسمه هيزل ويليام كوفيشنت. هاي صرت اركز على الاشياء اللي ممكن يقول لك هاي شو معناتها. شايفين هاي كلياتها قديش هاي مقدارها؟ كي. هاي قديش مقدارها؟ ام. هيك هاي الموضوعية هيك بس هاي كي هاي ام. هاي اسمها هيزل ويليام كوفيشنت، تمام؟ طيب نيجي على المالك واللي هي قليل تستخدم. دائما الهيزل تستخدم اكثر بالبايبات، المالك تستخدم بالشنكس بالقنوات وهو على السفن. المالك ناخذ واحدة 10.3 في ان تربيع في ال على دي هو 5.33 في كيو قوة في كيو تربيع هاي دي. ال ال طول الباي والدي دايمتر الباي والان الان مانن كوفيشنت مانن كوفيشنت تعتمد على نوع الباي مانن كوفيشنت والكيو والكيو كيو، تمام؟ هسا اذا كانت تشتغل بنظام هاي النظام المتر نظام الفت بتصير هاي 4.64 نفس الشيء في ان تربيع في ال في كيو تربيع هذه قوه 5.3. يعني اختلف معها. طيب ليش تختلف معها هاي؟ هسه راح احكي لكم ايش تختلف، لانها تختلف على نوع الجي، لانه جي مرات بتكون 9.81 او بتكون 32.2. 9.81 الجي متر لكل ثاني تربيع و9 او ايش؟ 32.2 فت لكل ثاني تربيع. تمام؟ الهيزل والمانن اذا اجت لك جوا الامتحان لازم تدعي ربك، لان الهيزل والمانن فيهنش شيء، يعني الهيزل والمانن بس عليك تحل، يعني لا فيها اتريشن ولا فيها ولا اي شيء، بس بس مباشره ولا فيها اي شيء، سهله الهيزل والمانن، تمام؟ طيب في
اشيل هاي بدي اشيل هاي، هاي معادلات كله هذا رح هذا بدي احكي عنه معادلات شباب بدي احكي عنه معادلات مين؟ الهيد لوس. طيب لو السرعه بالمان شو معادلتها؟ زي مش مهم بس يلا في تساوي 1 على ان في ار اتش قوه 2 على 3 في جذر السلوب. الان شو هي؟ مان انترفيشن. شو الاس؟ سلوب. هاي سلوب يعني الميل تبع شو اسمه؟ سلوب الماسوره الباي. شو الار اتش؟ الار اتش بسموها حاجه من الكريدس. والله ما هي مهمه هسه هون. الهاي من الكريدس بيساوي الاريا على الوتد باراميتر. اريا على بي. شو البي؟ اسمها وتد. الوزن البراميتر اسم المحيط المبلل، يعني شو اريا باي كنا هاي باي، شو الاريا تبعيتها؟ باي ار تربيع، طب شو المحيط المبلل؟ 2 باي ار صح؟ باي مع باي بتروح، ار مع ار بتروح، فشو بصفي؟ ار على قديش؟ ار على 2 او دي على 4. ار على 2 او دي على 4، فالهيد مبلدس بالفيرست دائما ناخذها دي على 4. لانه انا بشتغلش غير باي باك، ما عندي شانلز. تمام؟ طبعا بالنظام الثاني هاي بنظام المتر، بالنظام الثاني بتصير هاي 1.49 اذا وصلنا بالنظام الفيت، طبعا هاي والله ما هي مهمه، هاي مهمه هسه اكون معكم صادق. 1.49 اجيتك توقف انت؟ طيب كذا خلينا نبلش يعني بالمين بالداس يعني هي الاساس الداس. يعني شو حكينا الداس كيف الكيو قوه قديش؟ قد ما بيطلع بايدكم بالامتحان بتحل او بالداس بتحل اسئله لولا الاخر. لو تتعلم كيف تقرا السؤال لان مشكله الطلاب جوا الامتحان انا دائما لانه يوم احل انا بعطيك المعطيات جاهزه انت جوا الامتحان تصير انت تقرا بالسؤال جوا انت بدك تكون عارف شلون صيغه السؤال اللي تجيك يعني يوم اجي احكي لك باي كاست ايرون شو بتفيدني هاي كلمه كاست ايرون عشان اعرف انها الان قديش او الهيز ويليام قديش هيك معناتها تمام خلينا نبلش بمين ابلش بالداس الداس معادلتها الهيد لوس بيساوي بوينت اوف A 2.5 في F في L على D قوة 5 في Q قديش؟ Q تربيع هاي كلياتها اسمها K هاي M هاي اسمها K شو ال L؟ طول الباي شو ال D؟ ديميتال باي شو الكيو؟ ديسشارج طب شو الاف؟ اسمها هاي هي اهم واحد اصلا اسمها فريكشن فاكتور هاي اسمها فريكشن فاكتور من وين بجيبها؟ بجيبها من شيء اسمه مودي دايجرام مودي دايجرام تمام؟ والله هاي تعرفوا انا ما بشوف فيها لعبه بكون مستمتع يعني الدود لا يعني ماده هيك بس هاي الهدره غريبه طيب مستمتع تكون بيت بالهدره اه صدق اني جزء ما اصعب من ما بتلف الهدره سهله جد سهله بس هيك سرعه حل بدك يعني تكون طياره يعني طيب خلينا نبلش نقول ايش هيك او مرات الهيد لوس لها قانون الثاني الهيد لوس بيساوي اف في ال على دي في في تربيع على قديش؟ على 2 جي نفس الشيء اذا كنا بالنظام الثاني هاي قديش باخذها؟ 0.4252 اتوقع 0.25 إذا كنا بالنظام هذا بالنظام المتري هون وهون بالنظام هنا الفت.
ممكن تفوت عمود الدياجرام. اذا خلصت من عمود الدياجرام خلص الشابتر، لازم تطبق عليه. فوت عمود الدياجرام. بعدين راح تصير حل، بشرح الشغله ما اعطى معها حل. الاصل الدارسي لا. كويس. الدارسي لا، بس الباقي اتوقع. طيب تفوت على مودي، كيف مودي بيشتغل هيك؟ عندك هون كي اس، عندك هون ايش اسمه رونالد نمبر، شو قال رونالد نمبر؟ رو في دي في دي على ميو، هاي اسمها دايناميك فيسكوسيتي. او نفسه دي في دي على ميو، هاي اسمها ميو، وهاي اسمها كاميرا فيسكوسيتي. هاي مدتها ميو في سكند لكل متر مربع دائما تربع. او هاي مدتها متر مربع على كل ثانية. شلون طريقة التحويل بين نيو تساوي ميو على رو؟ يا هاي يا هاي. عندك هون مدة دايجرام، هاي 10 قوة 4، 10 قوة 10 قوة 4، 10 قوة 5، 10 قوة 6، 10 قوة 7. الكي اس عادي بتلاقيها مثلا 0.01 بوينت او العكس 1.01 انتبه لعدد الاصفار. والآلة الحاسبة ما راح يجيك الآلة الحاسبة اصلا هيك 0.01، انت بدك تحولها تجيك هي 1 في 10 قوة ناقص 5، انت بدك ترجعها 1 قدامها 4 اصفار وهيك تمام؟ طيب بعدين تلاقيها هيك، اول شيء تلاقيه مستقيم يسموه فولي تيرمينال. وهون عندنا مين؟ اف. يلا يا اي واحد فيكم لو قلت لك 8 في 10 قوة 5 وين بلاقيها؟ يعني هون هاي شو ولا هاي؟ هون 8 في 10 قوة 5 افهم انه هيك وهيك، يعني 10 قوة 5 بعدين بصير 8 في 10 قوة 5 وهكذا. تجيب رونالد نمبر بتجيب كي اس على دي، شو بتساوي فيها؟ تروح مين تروح تطلع منها؟ اف. اذا الخط مايل بتميل معه، يعني انا كنت هون مع بوينت 001 بروح عليها هون، هاي مع هاي بروح هون. اذا مال الخط ميل معه، مال الخط بتميل معه، فاهمين هاي ولا لا؟ يعني انا عندي هون بالبداية كنت ماشي مستقيم هيك، فأنا لما أجي 10 قوة 6 ولا 10 قوة 5 كلها شو راح يكون؟ واحد. بس مثلا 10 قوة 4 و10 قوة 6 مرة مع بوينت 001، لو قلنا 10 قوة 6 مع بوينت 001 كان خط مستقيم فأجينا هون. طب 10 قوة 4 ما بزبط أجي كمان أحكي أمد الخط من هون، لا لازم أمد مع الخط المائل. إذا مال الخط ميل معه هيك بالكسر تمام؟ مال الخط ميل معه. فهمنا اف، شو بنجيب منها من هون؟ اف، وهي اف هي كل قصتنا من هون من اف. طيب شو الكي اس؟ انا اسف هون كي اس على دي. كي اس على دي. جبت كي اس على دي، طيب شو الكي اس على دي؟ بسموها رفنس فاكتور. هاي رفنس كوفيشن. والكي اس على دي بسموها رفنس فاكتور. الرولد نمبر قديش وحدتها؟ الرولد نمبر قديش وحدتها؟ لا وحده. والكي اس على دي ولا هاش وحده تمام؟ لا هي وحده ولا هي وحده. بس الكي اس نفسها قديش وحدتها؟ بالتويتر او بالصامت حسب تمام؟ أول شيء لازم تفهم إنه الهيد لوس هو عبارة عن جزء من قانون كبير. يعني بقول بيكون على قاعدة زائد زد 1 زائد هاي، بسبب بيكون على قاعدة زائد زد 2 زائد هاي، بسبب زائد مين؟ زائد مين؟ زائد الهيد لوس. فالهيد لوس ممكن يكون لك الهيد لوس لحاله، أو ممكن يكون لك شيء غير الهيد لوس، بس لازم تكون عارف إنه الهيد لوس كرقم هو عبارة عن جزء من المعادلة الكبيرة كلياتها، هاي أول شيء. الشغلة الثانية عندنا ثلاث أنواع، ثلاث حالات، إذا خلصت الثلاث حالات أنا بكون خلصت. ثلاث حالات، شو هن ثلاث حالات؟
الحالة الأولى أنه يطلب الهيدلوس جاهزة. فهي الحالة الأولى أنه مين مطلوب معاه؟ الهيدلوس. شو طالب منك؟ طالب منك معطيك كيو ومعطيك الدياميتر ومعطيك الكي اس ومعطيك ال ومعطيك كل شيء. فأنت شو عندك المعالج الهيدلوس هذا تحطها هون؟ اف ال على دي في في تربيع على مين؟ توجي ال معك ودي معك وفي معك لانها كيو تساوي دائما مين احنا قلنا؟ في في ايه في في ايه مش في على ايه في في ايه وتوجي معك والاف بدك رونت نمبر رونت نمبر بتساوي رو في 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 دي عن يو في معك ودي معك خلصنا ورونت نمبر رو في 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 دي عن يو بي معك وديميتر معك وميو معك كل شيء معك. شو الحالة الثانية هي المهمة من هي؟ كيو أو الديسشارج هو هاي اللي تجي في الامتحان أو الديسشارج لما أقول لك أو الديسشارج بدك ترجع على أي واحد منهم. لو جينا عليك الديسشارج بكون معاك الهيدلوس معاك كرقم او معاك كمين يعني يا بكون قايل لك الهيدلوس يساوي 5 متر مثلا او 20 متر او لازم تكون عارف انه الهيدلوس وين بدي اجيبه من المعادله الكبيره يعني اذا بقل اذا بنقص توتال هيد 1 ناقص توتال هيد 2 مين بده يعطيني؟ هيدلوس صح ولا لا؟ فهمتوا هاي اخر شيء؟ طيب ديميتر معاك كي اس معاك شو كمان معاك باي ال معاك ولا اشياء سهله دائما معاك طيب هيدلوس معي وال معي ودي معي وجي معي شو هذا بدي؟ في طب في انا معي كيو معي ديمتا بس معي كيو مع دي شو مالها؟ مجهوله واف ليش اف مجهوله؟ اف انا بدي اجيب اف بدي كي اس عادي كي اس عادي معي طب بدي رول نمبر ما هي رول نمبر بدها في ومدها مين؟ دي بدي دي معها بس في اه صار اف مجهوله ومين مجهوله؟ انتبهوا طريقة الإيتريشن لأنه هي يعني هاي جوا الامتحان مش بتخلقوا إذا في بحكي لك إحنا بنفرض معاي كي إس على دي معاي بروح الله اللي بقرا من كي إس على دي الأف اللي قبلها شو ما كانت تكون بسميها أف مين عوض أف 1 هون مين تعطيك؟ في إذا عوضت في 1 مين بتجيب؟ رول نمبر 1 إذا معاي رول نمبر 1 ومعاي كي اس على دي شو منهم بجيب هذول؟ اف 2 إذا اف 2 تساوي اف 1 شو معناته؟ معناته الاف اللي عوضته هون صح معناته في جبتها صح معناته في في دي تساوي كيو خلص إذا لا معناته ضرب امسك اف 2 وين اجيب؟ في 1 في 2 ورول نمبر 2 وهاي كي اس على دي واجيب منها اف 3 إذا اف 2 لا تساوي اف 3 اف 1 باجي لهون F2 تساوي F3 اوكي F2 لا تساوي F3 بمسك فقديش مرتين والثالثة بتكون الأمور تمام مرتين والثالثة بتكون الأمور تمام تمام أصلا هي هيك يعني ما خلص مرتين والثالثة على مبدأ الإيتريشن ممنوع ما راح تزيد معك هيك نظام طيب شو الحالة الثالثة ما أغنى هي شو الحالة الثالثة بس دي الحالة الثالثة انها دي مجهولة طبعا هاي يعني ثلاث كنتوس تيجي سايز بسموها انها دي مجهولة شو بحكي لك؟ انا اف في ايد على دي في في تربيع على مين؟ على توجي تمام؟ شو بحكي لك يا جماعة تخلص منها؟ او طب المعادلة اللي جبناش هاي معنا معادلتين الهيدلوس نفس بعض هن 0.0826 في اف في ال على دي قوة قديش؟ 5 كيو تربيع هاي تساوي هيدلوس مين بكون طالب؟ بكون طالب دي شو معاه؟ معاك كيو معاك الهيدلوس هي او ما يشابهها او شو كمان بكون معاه؟ ها؟ هيدلوس هيدلوس هاي ايه طيب هيدلوس معك وكيو معك وهاي معك وال معك ودي مجهوله وثف مجهوله دي مجهوله واف مجهوله لا معي كيس علي بهاي الحالة ولا معي رول نمبر يعني شو مال الثنتين شو مال الثنتين مجهولة طيب شو بقول لك بهاي الحالة بتعمل افرض اي اف بدك اياها دائما نفرض اف 1 بتساوي 0.015 زي ما بدك 0.012 0.015 0.02 زي ما
يعني اذا طلعت معك مثلا 0.015 هذيك اللي بعديها 0.017 اوكي، حتى لو 0.016 مثلا اوكي لحد هيك تمام، هي لها كانه ريشيو 0.001 بس اللي تشتغل بالضبط. الاكوان بالاول من الفضه فرض فرض. انا احل لكم سؤالين بسؤال، الحل الاول والثاني بتجوا السؤال بمجموعة خزانة. كل الأسئلة وصلتها من الكتاب يعني ما أطلع من الكتاب تمام، على كذا أشياء الحفظ هاي البسيطة يعني مثلا exit entrance، أنا هسه هذا قاعد بعطي فيهم هيك يعني احتياطا، أم ممكن تجي كي ممكن تجي بدري يعني هاي إذا شنو من لاين. طيب كم دائرة يعني 20 والله يعني روح الدائرة أغلبية الامتحان مرة ثانية يكون يعني بجوز مش كبير بس إذا في حكي كثير لا وحكينا من كوتشيرو خمسة أقل شيء. كوتشيرو؟ اه. هو وياك؟ صح من فلور. اه عارف يعني. هو هيك حكى. طيب شو الأولى؟ الأولى في عندي خزانة. هذا سؤال بسؤالين لأنه حشرح جواته كافيتيشن. راح اشرح مين جواته؟ كافيتيشن. اه. هذا عندك خزان. شو رقم السؤال؟ كي. سكي سنة 2014. هذا دوري. دكتور مهند هو دكتور جمعة كان أول مرة في دكتور جمعة كان جديد بحكي لك الباي ها لدو ووتر فلو إن أن يو 20 سنتيمتر و 300 متر لونج. شو معنى لونج؟ قلت شو الطول 300 وال20 شو بتمثل؟ الدياميتر بقول لك دياميتر هو تساوي 20 سنتي وقلب تساوي 300 متر. بعدين بحكي لك ايرون باي الكي او الابسلون، هاي الكي اس مرات بسموها ابسلون 0.015 مليمتر، هاي الكي تنتقل من خزان اي لخزان بي. انا قاعد بحل قدامك على اساس انه يعني تكون ها شايف شلون بدك تحل. بقول لك في عندك نقطة صمت تبعد مسافة 150 متر عن الخزان الأول، يعني عندك هاي النقطة بسموها اس، والاس هي الصمت. شو معنى صمت؟ قمة. تبعد مسافة من هون لهون 150، إذا هذا طوله 300، هاي قديش مسافة من هون لهون؟ 150، طبعا هو راسم لها في الرسم. من هون لهون 150، إذا طولها هاي 300، من هون لهون 150. تمام؟ بحكي لك في عندك بامب على بعد 300 متر، يعني من هون لهون 150، هون راسم لك بامب ومن هون لهون قديش؟ 100، وكل الباقي قديش طوله؟ 300. بحكي لك الهيت بامب هاي 30 متر. الهيد بامب 30 متر. هون في عندك فالف. كنت اصلا جرب. في عندك فالف. دلتا اس لنزول المسافة بين هون وهون تساوي 1 متر. شو دلتا اس؟ ها؟ دلتا اس شلون كاتبها؟ ولا شيء. 1 لكل 300. اف دلتا اس تساوي 1 متر بس. مش حافظ. اليوم صرف عنها هيك كمان. الكي في هون كي فض 0.4 هاي انا شامل هذا السؤال منيح 0.15 المسافة بين هون وهون 5 ارقام من الكتاب بس اختلاف بيناتهم انه هون في عندك بامب بالكتاب ما في عندك بامب.
قست البامب هسه راح تفهم ليش حط البامب وشو بدها تغير لك البامب. انا بعطيك اياها وتكون فاهم كابيتيشن. ها عشان كابيتيشن بعطيك الفيسكوسيتي طبعا 1 في 10 قوة سالب 6. حتى هاي الفيسكوسيتي لو ما كانتش معك لما نحطها في 10 قوة سالب 6 النيو طبعا متر او متر مربع يكون قد ايش؟ كل ثانية. بحكي لك اذا كان خليها سلحت هون خليها هاي بعدين. يلا شو بده؟ اوجد كيو. اوجد مين؟ كيو. دائما بسوق لك اوجد دائما طبق المعادلة بين نقطتين وحاول تطبق النقطتين انت معروفات لك. يعني بينات شوف هنا. لو طبقنا بين مين ومين؟ بي 1 على هاي واحد وهاي مين؟ اثنين. قلنا نحكي بي 1 على جاما قلت لك دائما اكتبها زائد زد 1 زائد في 1 تربيع على 2 جي زائد مين؟ بي 2 على جاما زائد زد 2 زائد في 2 تربيع على 2 جي زائد هيدروس. بي 1 على جاما بي 2 بي 1 بي 2 حط الخزان 0 زد 1 بحكي لك اذا اخذنا هذا الريفرنس قد ايش زد 1 راح تصفي؟ 25000. عندي بامب؟ عندي قديش انت بامب تبعيتها بين قديش؟ 3 تساوي 6 من هي الريفرنس يعني قديش تكون؟ تساوي زد 2 يعني هو يساوي 55. جبنا ها ليش قلت لك لازم يا يعطيك اياك كرقم او بتكون عارف ان هيد نص عباره عن جزء من المعادله كيف مرات افرض انه هذا مش خزان افرض انه ضايب بستة برا مش خزان في هون قديش بتكون؟ الها قيمة ولا ما الها؟ الها قيمة فبتكون عارف مرات يعني ليش 55 بالله؟ 25 في 30 شو؟ لا لا 50 الهيد لوس شو بتساوي؟ الكيو قلنا اف يلا شباب اف في ال على دي في بي تربيع على قديش؟ اف في ال على دي في بي تربيع على قديش؟ 2 جي. ال 300 ال دي 0.2 شو طلع لي مجهول؟ اف و100 وفي وفي. طب كيف اجيب اف؟ معي كي اس على دي؟ معي كي اس بس كيف كي اس على دي هو ايه؟ 0.15 في 10 قوة ناقص 3 على الدياميتر اللي هو قديش من الدياميتر؟ يعني هاي حولتها لمتر وهاي حولتها لمين؟ لمتر تساوي كي اس على دي. من كي اس على دي شو بروح بقرا؟ من كي اس على دي شو بروح بقرا؟ اف اللي قبالها. ومن اف اللي قبالها شو بروح اجيب؟ اذا عوضت اف شو بجيب هون؟ في في. اذا حطيت في شو بجيب؟ رولد نمبر. رولد نمبر مع كي اس على دي هاي معاي طلع اف 2 واجي اطلع اف 2 ثبتت اف 2 تساوي اف 1 اوكي لا تساوي برد اعيد مره ثانيه او الثالثه. منها بجيب مين بالاخير؟ في. وبعد ما اجيب في شو بجيب؟ كيو. كيو لانه كيو تساوي في في تمام 100%. طيب هاي لحد هون خلصنا. هاي اول جزء طلبوا منك ما طلبوا منك راح تطلعوا. يعني هسه مثلا بدنا نسولف عن الكابيتيشن بس تسولف قبل ما احل السؤال بس عليه. انا هذا البايب رفعته مسافه معينه. هسه رفعت هاي البايب مسافه معينه ممكن تكون ضرر لي وممكن تكون مش ضرر. طب كيف ضرر معناته بحكي لك صرت عندي كافيتيشن. شو معنى كافيتيشن؟ اللي بشر صار سالب. طب كيف عرفت ان البشر صار سالب؟ اشطب هاي كيلو. طيب وهاي كمان ما لحد هسه ولا شوفوا شوف لو نيجي نرسم الانرجي جريد لاين بهالو جريد لاين هاي باي هيك المنصوره المسافه من هون لهون قديش دلتا اس. لو جيت علي قلت لك اعطيني الانرجي جريد لاين وهذا هو جريد لاين هيك هاي دلتا اس تساوي قديش؟ واحد
الانيرجي والهيدرو رح الاقي الانيرجي هيك والهيدرو شو ماله؟ تحتي تمام؟ بتصل على السطح هاد وهاد فوق السطح وهاد على السطح مش مشكلة ولا لازم نشيلها كده انها 1 متر طيب لو نيجي لهاي النقطة المسافة من هون لهون زد 1 زد شو ما كان لهاي النقطة والمسافة من هون لهون بي على جاما ومن هون لهون في تربيع على قديش؟ على 2G بس لو جينا على هاي النقطة القمة الصمت المسافة من هون لهون شو اسمها؟ شو اسمها؟ زد إذا نزلنا من هون لهون شو بتكون هاي؟ سالب بي على جاما يعني هون من الباي للهيدروجين لاين بي على جاما بس هون من الهاد من السنتر من الباي للهيدروجين نزلنا نزول ولا طلعنا؟ نزلنا فكانت سالب بي على جاما بعدين شو بترد فيها؟ زائد في تربيع على قديش؟ على 2G فالبرشر عند القمه قديش بتكون؟ سالب بحكي لك انا مش مشكلتي يكون البرشر سالب بس ما يصلش لقيمه معينه قديش هاي القيمه؟ مقدارها حساب شو معنى كابيتيشن؟ بصير عندي حاله هاي بسموها الصمت بصير في عندي حاله اسمها الكابيتيشن كابيتيشن ان المي بتصير تغلي تصير الضغط البخاري يعني البرشر تبع المي بقل تصير الضغط البخاري تمام؟ قديش بكون البرشر عند هاي النقطة؟ بحكي لك إذا طلعت البرشر على جاما تساوي سالب 11 أو أقل يعني سالب 11 سالب 10 سالب لا آسف سالب 11 سالب 12 سالب 13 يعني كبرت بالسالب معناته بصير عندي كابيتيشن إذا صار سالب 10 سالب 7 سالب 6 ما بصير عندي كابيتيشن يعني من سالب 11 طالع السالب في عندي سالب 11 ونازل فيش عندي مرات سالب 11 مرات سالب 10.2 حسب الضغط البخاري طبعا هذول الستاندرد يعني بيصيروا دائما او الدكتور ما شو حاط لك بحكي لك اعمل لي تشيك اذا في عندك كابيتيشن ولا ما فيش عند الصمت اذا كان الكابيتيشن بصير عند البشر مقداره سالب 8 فهو حاصل اذا كانت هاي سالب اذا هون البشر سالب 8 ما بصير عندي كابيتيشن طب شو اعمل انا؟ بدي اطبق معادله الانرجي ايكويشن بين مين ومين؟ بين هاي النقطة وبين مين؟ الصمت بين هاي وبين الصمت شو بدي احكي؟ البرشر هون زيرو زد اذا حطنا زد هون هاي 25 وزد يعني هاي 25 الفي زيرو هيد بامب في عندي بامب بين هون وهون اه قديش كان مقداره؟ 30 تساوي بي 2 على جاما ما بدي اياها هو بقول لك اعمل لي تشيك اذا كان البرش اذا كان الليمت تبعي سالب 8 انت بتروح تطلع البرشا وتشوف قديش بتقارنه مع السالب 8 ممكن يطلب منا اعلى ارتفاع اوكي خلينا بي 2 على جاما قديش زد اذا هاي 1 هون هاي استفدنا منها 25 ناقص 1 قديش يعني؟ 24 زائد في تربيع احنا جبنا كيو قبل شوي معناته اذا جبت كيو معاي في ولا معيش؟ معاي معناته في تربيع على 2G هون معاي زائد الهيد لوس شو الهيد لوس عندي؟ اف في ال على دي في في تربيع على مين؟ طبعا انا نسيت بالاول اني احسب الهيد لوس تبع الجيت تبع الفالف نسيت الانترانس والاكزت يعني لازم اقول زائد هناك لازم اقول زائد كي في في تربيع على 2G زائد كي في تربيع على 2G زائد كي الفالف في في تربيع على 2G هيك الاصل حتى لو ما جاوبتهاش عادي وخصم الدكتور اللي ما جاوبهاش علامه اصلا بس يعني طيب الفي معاي الال معاي ولا مش معاي؟ معاي والدي والفي هي نفس الفي الاف بدك كي ريمند نمبر وكي اس على دي الثنتين شو مالهن؟ معاي جبنا شو بجيب؟ بي على جاما طلعت معاي بي على جاما بتذكرها 1.85 مش بس مو سالب لا وموجب يعني مثلا كيفيتيشن ولا بصيرش؟ بصير يعني لو طلعت معاي سالب 3 سالب 4 بصير سالب 7 بصير سالب 10 بصير طلعت معي مش بس سالب مش بس انها مش سالب لا وموجب كمان قصدت عليه بصير عندي كابيتيشن شو اعطانا حدا طب ليش طلعت معي موجب؟ لانه انا في عندي هون ايش؟ بام لانه البام نزل لي اياها هيك رفعها بعدين نزلها فقصدت عني في البام شو فايدته بالغنين بالكابيتيشن